هذه امرأة من إحدى بلاد الغرب تقول إنها امرأة مسلمة وقد وقعت في كبيرة الزنا وحملت، وتسأل الآن تقول هل يجوز لها أن تجهض علما بأن الجنين في بطنها عمره 4 أسابيع؟ لا، ما تجهض، تجمع جريمتين، جريمة الزنا وجريمة الإجهاض، ما تجهض، هذه بلوى تصبر عليها، تتوب إلى الله عز وجل، تتوب إلى الله، إذا تابت إلى الله تاب الله عليها. نعم.